صوت العرب من القاهرة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة. تاريخنا ماضينا حضارة أثار، صور ملاحم، قصص وانبهار، ما بين الخيال والأساطير، مغامرات غدير وبكير، مغامرات غدير وبكير. غدير وبكير في عالم الأساطير، تكتبها مروى محي، مدحت رياض، هندسة إذاعية محمود صبري، الإخراج سعدي حسين. يلا يا جماعة، أنا هموت وأعرف إيه اللي بيرتب له الملك منيلاوس مع الضيوف اللي مستنيهم. يعني هيكون بيرتب لإيه يا بكير؟ ما احنا كلنا عارفين انه بيرتب للحرب وبيقابل الملوك علشان يقنعهم انهم يحاربوا معاه. صح يا نادر، الملك منيلاوس عايز يرجع هيليني مراته بأي طريقة، خصوصا بعد ما سمع كلام الرسول اللي جه من عند الملك برياموس وقال لهم ان برياموس حط شرط رجوع هيليني قدام رجوع اخت هيسيوني. فساعتها منيلاوس اتأكد ان بارس خطط هيليني، وهو ده الدافع يا غدير اللي هيقوله منيلاوس علشان يقنع باقي ملوك اليونان بمساعدته في الحرب ضد طروادة. طيب يا هدهد، انا شايف الملك منيلاوس قاعد في قصره هنا في سبارتا ومستني ضيوف الملك، تفتكر مين اول واحد هيوصل فيهم؟ انا شايف اهو يا كير، اول ملك وصل قدام القصر بعربيته اللي بيجرها الخيول وشكله راجل كبير في السن فوق 50 سنة. يا ترى هو ده الملك نستر اللي حكيت لنا عنه قبل كده يا هدهد؟ شطر يا غدير، هو الملك نستر بشخ النحل، ملك مدينة بيوس. ملك واسمه نستو؟ ارحمني انت فريشي منك يا ابني، اسمه نستور. نستور نستور، استر يا رب على نستور العجوز اللي جاي يحارب ويرجع هيليني. ده مش عجوز قوي ولا حاجة يا نادر، بيقولك فوق 50 يعني لسه شباب. تعالوا بينا نقرب منه وهو بيكلم الحارس واحنا نعرف ايه اللي هيحصل. يا حارس، بلغ الملك منيلاوس اني وصلت وعايز اقابله. قولوا الملك نستور ملك بيلوس لبى دعوتك وجه يقابله. اوامر جلالته، اتفضل جوه القصر وانا هبلغ الملك منيلاوس بوصول جلالته. جلالة الملك منيلاوس، تسمح لي؟ في ايه يا حارس؟ الملك نستور وصل القصر يا مولاي وطالب يقابل جلالتك. خليه يتفضل، وبعدها روح للخدم وقول لهم يجهزوا الجناح الشرقي للملك نستور واللي معاه، وكمان يجهزوا مأدبة الغداء لضيافة الملك وكل ضيوف المتوقع وصولهم النهاردة أو بكرة. أوامرك يا مولاي. جلالتك تؤمر بحاجة تاني؟ لا يا حارس، خلي الملك نستور يتفضل. أوامرك يا مولاي. جلالة الملك منيلاوس في انتظار جلالتك يا ملك نستور. جلالة الملك نستور، أهلا أهلا، شرفت قصري المتواضع وشرفت مملكة سبارتا. منيلاوس، بقالي فترة طويلة ما قابلتكش، ودعوتك ليا فرحتني، لكن حسيت إن وراها سبب مهم. جلالة الملك، أنا بشكرك على تلبية دعوتي بالزيارة وفتنتك دايما في محلها. باقي الملوك والأمراء كمان بيقولوا لي إن فطنتي دي هي السبب في نجاتي وسبب حظي الحلو. صدق الملوك والأمراء، لأن الذكاء والحكمة دايما بيخلوا صاحبهم حظه سعيد علشان بيحسن اختيار كل حاجة في حياته. كلامك مظبوط، الحظ بيصاحب صاحبه بس وهو عارف إنه يحدد اختياراته، لكن أنا موقفي كان مختلف شوية. الحظ ساعدني مرتين، أول مرة لما كنت طفل صغير وده كان السبب الوحيد اللي خلى البطل هيركليس يعفو عني وما يقتلنيش زي باقي اخواتي الحداشر، وزي ما كمان قتل والدي. طيب ده كان اول مرة الحظ يساعدك، امال ايه هي المرة التانية بقى؟ المرة التانية هي اني اصغر اخواتي ورقم 12 بينهم، واكيد ما كانش ليا اي امل في الحكم بعد والدي الملك نيروس، أو حتى كنت أصغر من إني أدرك معنى الحكم في الوقت ده. وتشاء الآلهة إن والدي
وباقي اخواتي يتقتلوا على ايد البطل هيركليس لما رفض والدي يطهروا من ذنب قتل افتس، وبقيت ملك بيلوس بعد موت والدي واخواتي. ده من حسن حظ باقي ملوك اليونان يا جلالة الملك نستر، لان بوجودك وسطنا وحكمتك حليت كتير من النزاعات من غير حروب، ومجرد وجودك بيخلي اي صاحب حق مطمن من حكمك وان حقه اكيد اكيد هيرجع له في النهايه. وايه هو حقك اللي ضاع منك يا ميلاوس، ومين اللي خده؟ اللي ضاع مني تبقى مراتي هليني. هليني اتخطفت لما رحت احضر جنازه جدي كاتريوس في جزيره كريت يا جلاله الملك نستور. مين ده اللي اتجرأ يخطف هليني؟ مين اللي خطف ملكه سبارتا من وسط مملكتها؟ اللي خطفها يبقى باريس ابن الملك برياموس ملك مدينه طروادة. طروادة؟ وايه سبب زياره ابن ملك طروادة لمدينه سبارتا؟ كان جاي يكفر عن ذنب عمله زمان ويقدم القرابين للاله ابولو، او هي دي كانت قصته اللي قالها لي. وعلشان ظروف وفاه جدي اضطريت اسيبه في قصري مع هليني، وهو انتهز الفرصه وخطف هليني مراتي. وايه اللي عملته بعد ما عرفت يا منيلاوس؟ اتفقت انا واخويا الملك اجاممنون وبعتنا رسول للملك برياموس نطلب منه انه يرجع هليني او هنحارب مدينه طروادة. باين على وشك انه برياموس رفض عرضك انت واجاممنون. فعلا برياموس حط شرطه قدام رجوع هليني. ايه هو الشرط ده؟ اننا نرجع له اخته هسيوني من مملكه سلاميس. تقصد الاميره هسيوني بنت الملك لاميدون والده الامير تيوكر ابن الملك لامون؟ هي يا جلاله الملك نستر، لكن انا مش عارف قصتها وايه العلاقه بينها وبين هليني مراتي. الاميره هسيوني قدمها البطل هيركليس هديه للملك لامون بعد ما اشترك معاه في الحرب ضد طروادة وكسبوا الحرب. وواضح من كلامك ان الملك برياموس ما ينسيش اللي حصل لاخته وعايز يرجعها باي طريقه، حتى ولو كان الثمن هو خطف ملكه تانيه علشان يبدلها باخته. اكيد اكيد ده طلب صعب اي حد يطلبه من الملك تلامون. ما اقدرش اقول له خلي زوجتك الاميره هسيوني ترجع مملكه طروادة بعد السنين دي كلها. طبعا طبعا ده كلام مش منطقي باي صوره من الصور. قول لي اتفقت على ايه انت واجاممنون؟ هنحارب مدينه طروادة ونرجع هليني، مش هسيب مراتي، وعايز مساعدة جلالتك في الحرب دي. وإيه نوع المساعدة اللي عايزها من الأوس؟ عايز أسطول من السفن، وكمان عايز أسلحة، وقبل كل ده محتاج جلالتك تساعدني في إقناع ملوك جزر اليونان إنهم يساعدوني في حرب ضد طروادة، ويوفوا بالقسم اللي أقسموه زمان إنهم هيحموا هليني وجوزها من أي ضرر نتعرض له. فاكر القسم ده كويس، اللي صح كلماته أوديسيوس بكل حكمة في كل حرف بيتقال فيه، واللي حلفتوه على دم الخيل المقدسة قرابين آلهة الأولمبس. طب يا ترى إيه هو رد جلالتك يا ملك نستور على طلبك؟ هتوافق تساعدني في حرب ضد طروادة ولا هترفض؟ سؤال الحلقة 55: كم عدد إخوة الملك نستور؟ 10 11 12. ترسل الإجابات الصحيحة على إيميل هيئة تنشيط السياحة eta.awareness@egypt.travel. الإيميل بالتفصيل eta.awareness@egypt.travel. مغامرات غدير وبكير. مغامرات غدير وبكير. غدير وبكير في عالم الأساطير. تكتبها مروى محي، مدحت رياض. الإخراج سعدي حسين.